السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، ورجعت لكم بمقطع جديد. طبعا شباب، مقطعنا اليوم عندي شوية تسريبات وأخبار، وراح أوريكم أماكن السيارات الموجودة بالماب أو وين أماكن تواجدها بالماب، لأنه في ناس كثير ما يعرف عنها أو ما يعرف وين تكون موجودة. تمام، أول تسريب معنا شباب العجل اللي تشوفوه قدامكم أو التاير أو شو ما تسمونه. طبعا هذا الشيء شباب راح تقدر تحمله معك زي الباونسر، زي الفخ، زي اللانش باد، وتحطه زي اللانش باد وتطلع فوقه وطيرك بالجو. طبعا يعني مثل استخدام اللانش باد. طبعا هذا الشيء يعني مش اكيد، مجرد تسريب بس اخذته من شخص اللي هو صاحب موقع فورت رايز. طبعا هذا الشخص شباب بس ينزل شغلات يعني بنسبه 80% تكون صحيحه، وما ينزل شغلات حيال يعني شغلات يعني بس مجرد تسريبات عاديه، ينزل شغلات موثوقه. واكثر من شيء دخلت اكثر من شغله دخلت صفحته يعني اكثر من شغله كان منزلها وفعلا صارت. فاتوقع انه هذا الشيء راح ينزل قريبا باللعبه، بس ما في موعد محدد، بس انا اتوقع انه مثل اللانش باد. فهو ما قال انه راح يكون مثل اللانش باد، فانا اتوقع انه مثل اللانش باد تقدر تحمله معك. ثاني شيء معنا شباب اماكن السيارات، زي ما تشوف على الماب اماكن السيارات جميعها عندك مجموعه سيارات بتكون بسنوبي. طبعا مش شرط اربعه، ممكن يكونوا ثلاث ومرات بيكونوا ثنتين بس. وعندك كمان واحده بجانك جانكشن، طبعا هذه الوحده اكيد راح تكون واحده، ما راح تكون لا اكثر ولا اقل. وعندك كمان مجموعة سيارات بالمدينة الجديدة هي ليزي محل المزرعة فوق مجموعة، وعندك كمان واحدة عند البيت الخشبي على زاوية الخريطة من فوق، على الزاوية من فوق. طبعا عندك مجموعة كبيرة من السيارات بتكون بالمدينة الجديدة أو الصحراء اللي أضافوها اللعبة، طبعا أتوقع إنه عددها أكثر من الموجودات بالصورة. وعندك آخر واحدة تكون موجودة بفلاش فاكتوري. وإذا في أحد منكم يا شباب يعرف مكان في سيارة غير من الأماكن المذكورة بالصورة اكتب لي بالتعليقات. وهسه شباب راح احكي لكم عن طور البناء والأخبار اللي عندي بالنسبة لطور البناء. طبعا شباب طور البناء راح ينزل قريبا باللعبة، الشركة قاعدة تعدل عليه حاليا وقاعدين يسووا الفيرجن 2 منه أو الإصدار الثاني منه، لأنه كل مرة بيشيلوا الطور بيردوا يرجعوه بيكون الإصدار الثاني. واول شيء شباب معانا بالنسبه لطور بناء اللي هو تيم سيلكت، انه تقدر تختار التيم تاعك او الفريق تاعك لما تدخل على طور بناء. كيف يعني؟ يعني تدخل اربع سكواد انتوا على الجيم، بدل ما تكونوا كلكم ضد بعض تقدر تكونوا اثنين ضد اثنين، يعني تعملوها تيمين. فهمتوا علي؟ يعني اللي معك لا تقدر لا تذبحه ولا يذبحك، بس تقدر تذبحه الاثنين اللي ضدكم. وهي احسن اضافه واحسن تعديل يسووه الشركه، لانه بس كنا ندخل اربعه كنا نذبح بعض بالغلط مرات وبدون قصد. ومن المشاكل اللي واجهت اللاعبين بطور البناء، حتى الشركة لاحظت هذا الشيء، اللي هو قلة الرصاص داخل البيوت. طبعا الرصاص داخل اللاما كثير، فيعني اللاما من اول الرصاص فيها كثير مش شيء جديد، لكن هو طور بناء فالمفروض كل شيء يكون فيه كثير. تمام، لانه طور بناء المفروض كل شيء يكون فيه كثير مثل الموارد، ولازم يكون الطلق او الرصاص كثير. فالمشكلة بطور البناء ان بس نزلوه لما تلوت البيت ولما تلوت الامو بوكس هو صندوق الرصاص، ما كان في رصاص يكفي، يعني تلقى مثل كانك تلعب سكواد الرصاص اللي داخله. فالمفروض لانه طور بناء انه حطه داخل الامو بوكس اقل شيء 60 الى 70 الى 80 رصاصه بالامو بوكس الواحد، عشان تجمع رصاص بسرعه ما تطول تجمع رصاص. فهمتوا علي؟ فهي المشكله الشركه لاحظتها فراح تعدلها اتوقع بالفيرجن 2 من طور بناء قريبا. وبالنسبه شباب لموعد الطور متى راح ينزل، طبعا ما في موعد محدد او الشركه ما صرحت متى راح يرجع، بس تأكدوا 100% انه الطور راح ينزل قريبا خلال الاسابيع القادمه. لانه كثير انا بس ادخل على تويتر على صفحه فورتنايت اشوف تعليقات كثير واشوف تعليقات الشركه رد عليهم، واعرف شباب انه المعلومات اللي عندي كانت اليوم كثير قليله بالنسبه لطور البناء وبالنسبه للتسريبات. واذا قدرت اعرف شيء جديد عن طور البناء فتاكدوا انه اول شخص راح انزل عنه. ويلا شباب بترككم مع جيم سكواد ويلا مشاهده ممتعه.